كل السادة العاديين، وبقول دايما الحمد لله والشكر لله على النقطة من أجدير في ملعب أجدير. أنا بشوف الحمد لله مكسب، خاصة بعد مباراة الأجدير والمحمدية والهزيمة من المحمدية على ملعبهم، فطبيعي جدا أنا كنت عارف المباراة هتبقى صعبة، ولكن الحمد لله والشكر لله. أنا بشوف أدينا مباراة تكتيكية عالية جدا، كان الشوط الأولاني أفضل بكتير جدا، اللعيبة نفذت كل التعليمات. الشوط الثاني وضع طبيعي، فريق مغلوب 2-0 على ملعبه، لازم هيهاجم ولازم هيضغط، ولكن بشكر اللعيبة على المجهود اللي عملوه، بشكر بالأخص مروان الحارس في غياب مختار في أول مباراة رسمية لي معايا، الحمد لله والشكر لله. أنا بس بقول الحمد لله والشكر لله، بس نقطة حضرتك ذكرتها دلوقتي، قلت ان مش عارف اولمبيك اسف اللعيبه بتقع، مش عارف لعيبه اولمبيك اسف بس، ولا حضرتك تقصد البطوله عامه اللعيبه كلها؟ البطوله كلها انا ما عنديش مشكله، انما لعيبه اولمبيك اسف بيتعمدوا وقوع عشان يضيعوا وقت والكلام ده، الحمد لله ده ولا اسلوبي ولا طريقتي في مع اللعيبه اللي انا بشتغل معاها دايما، اذا كنت حتى هنا في وادي زم او قبليها في الجديده. الحمد لله احنا دايما بنلعب لعب ايجابي، الحمد لله يعني ما بنحبش نلعب سلبي وكل كورتنا هجوميه، ولكن طالما حضرتك بصفه عامه اللعيبه كلها انا اتفق معاك، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله راضي عن التعادل، ودايما بنفكر في اللي جاي. البطوله صعبه جدا، البطوله كلها الفرق كلها متقاربه، احنا شفنا واتس من امبارح مع الرجاء الاول بيلعب الاخير، فبالتالي الامور صعبه، ولكن للمرة الرابعة على التوالي بشكر الجمهور، لأن كل مرة الجمهور الأسفي بصراحة بيفاجئني بالعدد اللي موجود، وليهم دور كبير جدا جدا جدا. بشكر اللعيبة، بشكر المكتب على المساندة، بشكر كل الإعلاميين، والحمد لله والشكر لله. النقطة أنا بعتبرها إيجابية، ولكن أنا أشوف الشوط الثاني أجادير أدت بشكل كويس، إحنا الحمد لله حافظنا على التعادل، وزي ما أنا قلت لما تيجي تاخد نقطة من أجادير بعد الهزيمة، الحمد لله انا بشوف ان هي مكسب لينا. كنت اتمنى الفوز بثلاث نقاط عشان نتحط في منطقه ثانيه، ودايما نبص لقدام ما نبصش ورا، ولكن الحمد لله قدر الله شاء احنا نقطه وهم نقطه. انا اعتقد ان هي نتيجه عادله، احنا لعبنا شوط اول كويس جدا، تراجعنا الشوط الثاني، وده وضع طبيعي. الحاجه الثانيه فريق الامل، انا دايما وانا موجود مع الجديده او موجود حتى مع واتزو في توقيت ان انت تطلع فيه اللعيبه، ولكن التوقيت اللي انا جيت فيه توقيت صعب جدا جدا، ولكن في لعيبه كويسه، كان موجود خمس ست لاعبين من اولاد النادي كويسين وهيبقى ليهم دور، ولكن عشان تديهم دلوقتي صعب، هتحرق اللعيبه وهتدخل نفسك في مشاكل، خاصه ان انت الحمد لله عندنا لعيبه بيأدوا بشكل كويس، واخدين من اربع ماتشات الحمد لله والشكر لله سبع نقاط، فبالتالي اشوف ان كل وقت وله اذانه زي ما بيقولوا، لعيبه كويسه وهيكونوا موجودين ليهم دور، وانا شفتهم من خلال، وكمان مش بس شفتهم، ده انا رحت اتفرجت عليهم وهما بيلعبوا في ملعبهم، في اكتر من اربع خمس لعيبه كويسين، وان شاء الله يكون ليهم دور معانا ان شاء الله في الفتره الجايه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.